نحن في مونتانا زي ما انت سامع الصوت. لما بتكلم بسمع صوتي لانك انت هنا بعيد عن الدنيا كلها. المدينة اللي هناك دي اسمها جريت فولز او مدينة الشلالات العظمى جنب كندا تقريبا. والخط اللي انت شايفه ده اللي فوق الاشارة اللي قدامي دي على طول بتقولك warning petroleum pipeline، يعني بيقولك تحت الاشارة تحت اليافطة دي في انبوبة بترول عشان ما تجيش تحفر فيها ويحصل انفجار. واللي هناك ده جايب شوية معيز على شوية كلاب على شوية بط ووز، اعتقد هو جايب معيز وفراخ وبط ووز. زي ما انت سامع الصوت العصافير تاني جميلة. والبتاع البيضة دي فاير هايدرن دي عشان التلج هنا تاني في مونتانا، عشان التلج بتاعة الحريق دي انبوبة اللي هي حنفية المية بتاعة الحريقة يعني لازم تتغطى كده علشان التلج ما يجمدش المية. واللي انت شايفه هناك ده كله دي ار في بارك، يعني منطقة قصدي مكان الموبيل هومز العربيات المتحركة دي بتنام فيه بالليل. بتيجي هنا بتدفع $25 في الليلة وبتوقف البيت بتاعك بالعربية بتاعتك بكل حاجتك وتشبك المية والمجاري والكهرباء، بيديك مية ومجاري كهرباء وكهرباء $25 في اليوم كأنك ساكن في شقة. كل عربية من دول بيقعد له مثلا في اللي بيقعد هنا يوم، في اللي بيقعد أسبوع، في اللي بيقعد شهر شهرين. كأنك بيتك ده، دي بيوت متحركة كلها، كل عربية زي ما انت شايف كده كل بيت بتجر عربية. وفي بيت اللي هو اللي قدامك ده على طول ده اصلا اللي هو كلاس اي، كلاس اي اللي هو العربية الموتور والبيت كلهم واحدة واحدة. وده الابيض ده كلاس سي اعتقد، ده الموتور لوحده وجرر البيت بتاعه ورا منه. وده وول مارت في جريت فولز في ايدا في مونتانا اخر الدنيا. عدد الناس هنا مش كتير قوي، بينك وبين سولت ليك 600 ميل. 600 ميل يعني بتاخد بالظبط كده جري 11 ساعة. والهواء هنا جميل للغاية، والهدوء الصوتي بتحس انك انت الصداع بتاعك راح والوجع في الدماغ راح واعصابك مستريحه.